تحية رياضية بوجهها عبر شاشة الجديد إلى جميع المشاهدين بلبنان والعالم. اليوم مع ختام الأسبوع التاسع من بطولة لبنان، مباراة منتظرة ومرتقبة، مباراة عادة بتكون مجنونة، هيك عودونا الفريقين، وخاصة بآخر مباراة جمعتهم بالموسم الماضي وتحديدا بأولى المباريات بإياب الموسم الماضي. كلنا بنذكر هالمباراة، مباراة كانت أقيمت على ملعب بيروت البلدي وانتهت بفوز طرابلس على الأنصار 3-2 مع لحظة دخول الفريقين إلى أرض الملعب. عم يتقدمهم الطاقم التحكيمي، الأنصار باللباس الأخضر التقليدي، طرابلس باللباس الأبيض، وسط تصفيق الجمهور اللي عم بيتابع المباراة. تحية بكل تأكيد للفريقين وبالتحديد لفريق الأنصار من جمهوره اللي عم بيتابع هالمباراة من على مدرجات ملعب بيروت البلدي. هيدا هو جمهور الأنصار الحاضر اليوم لمتابعة فريقه، هو بيأمل انه يحقق نتيجة ايجابية على حساب طرابلس. يعني غالبا ما بتكون مباراة الفريقين مباراة صعبة بتكون على الأنصار. تشكيلة الأنصار لمباراة اليوم، لاري مهنا عم بيكون بحراسة المرمى بخط الدفاع، محمد حمود، راموس، حسين سيد، حمزة عبود، بخط الوسط محمد باقر أيوب، نبيل بعلبكي، محمد سباعي، وسام صالح، وبخط الهجوم ربيع عطايا، محمود كجوك. هذه تشكيلة الأنصار واستراتيجية الاستراتيجية اللي حيعتمدها اليوم 4-5-1 بالنسبة لهاتف شمران مدرب الأنصار. مقعد احتياط الأنصار حسن مغنية، قاسم ليلى، أنس أبو صالح، محمد عطوي، قاسم مناع، قاسم أبو خشفة، ومحمد روماني. هذا هو مقعد احتياط الأنصار. وبالمقابل تشكيلة نادي طرابلس، سراج الصمد هو عم بيكون حارس المرمى الأساسي اليوم، بخط الدفاع حمزة علي، جهاد الباعور، عبد الله طالب، عبد الستار اللون، بخط الوسط أحمد مغربي، عمار زكور، عامر محفوظ، مصطفى خولة، وبخط الهجوم موجود إبراهيم سويدان وعبد الرحمن العكاري. أيضا بطريقة 4-5-1 بالنسبة للمدرب الفلسطيني الجنسية إسماعيل قرطام، ومقعد احتياط نادي طرابلس بسام سليمان، وليد فتوح، محمد مقصود، أحمد دياب، غازي الحسين، بلال مطر، ومحمد نحاس، مع مدرب الفريق إسماعيل قرطام والطاقم التحكيمي، الحكم الرئيسي رضوان غندور، الحكم المساعد الأول عدنان عبد الله، والحكم المساعد الثاني ربيع ميرات، والحكم الرابع علي الرضا. هذه المباراة الثانية لرضوان غندور عم يكون فيها حكم رئيسي بالمباراة، كان هو الحكم الرئيسي لمباراة يوم أمس. كلنا تابعنا المباراة عبر شاشة الجديد، المباراة المجنونة اللي جمعت الرسنج والنجمي على ملعب صيدا، وانتهت بفوز الرسنج على النجمي بثلاث أهداف مقابل هدفين. بكل تأكيد خسارة النجمي يوم أمس خدمت بشكل كتير كبير الأنصار اليوم اللي عم يدخل إلى هالمباراة، هو بالمركز الخامس ب 13 نقطة، بالمقابل طرابلس بالمركز العاشر ب 8 نقاط. ولحظة انطلاق المباراة بعد ما أعطى إشارته رضوان غندور، الكرة بتتحرك سريعا مع نادي طرابلس، بدهم ينتبهوا كتير منيح اليوم دفاع الأنصار من لاعب اسمه عبد الرحمن العكاري، وأيضا بخط الوسط اللاعب عمار زكور اللي قدم مستوى لافت بمباراة الصفا بالأسبوع الماضي، مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. بالمقابل يعني سراج صمد اللي عم بيكون حارس الأساسي اليوم بغياب عبد الطافح، كان أصيب بالمباراة السابقة عبد الطافح، لهالسبب عم بيكون سراج صمد اليوم بالتشكيل الأساسي لفريقه بعد ما شفي من الإصابة عبد الطافح. إنما ما رح يبعد عن الملاعب كتير عبد الطافح، يعني بالأسابيع أو بالأسبوع المقبل ممكن نشوف عبد الطافح بحراسة مرمى طرابلس مجددا. مع رمي التماس بهالوقت تتنفس كرة مجددا إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس جديد لمصلحة طرابلس. حوار رح يكون بوسط الملعب اليوم للسيطرة على منطقة التمويل، والمنتظر لكتير
من ربيع عطايا اليوم وينتظروا جمهور الانصار بكل تاكيد. بالوقت السويدان بيحاول يمر بهاللحظه، انما كرب الحكم بشير لخطا. هذا هو هاتف شمران المدرب العراقي مدرب فريق الانصار، تعليمات من بدايه اللقاء. يعني المباراه اللي خسرها الانصار 3-2 بالموسم الماضي كان الجهاز الفني مختلف، على رأس الجهاز الفني كان موجود جمال طه. وجمال طه بهالوقت هو مع شباب الساحل اللي قدر يحقق فوز لافت يوم أمس 2-0 على التضامن سور. وبالمقابل إسماعيل كرطام مدرب طرابلس أيضا خلفوا لهيثم جطل المدرب السوري، كان موجود مع نادي طرابلس بمباراة الإياب. يعني الأمور كثيرة مختلفة اليوم، وحتى اللاعبين على أرض الملعب. يعني محمد حمود بالمباراة السابقة ما كان موجود، بالإضافة لرابوس كان مصاب، أيضا محمود كجوك كان غائب عن المباراة، وقاسم ليلى كان موقوف بتلك المباراة. واللاعب الأبرز اللي كان عم يلعب مع الأنصار بالمباراة السابقة هو ربيع عطايا اللي عم بيكون موجود بتشكيلة الأنصار اليوم مع راموس. باكر ايوب بيلعب تمريره اماميه، محاولات الانصار من بدايه اللقاء مع هالعرضيه ممكن يكون موجوده بهاللحظات، انما كره لا زالت انصاريه. العرضيه لداخل منطقه الجزاء بتنقطع، بتعود الكره طرابلسيه ايضا مع الانصار، مع نبيل بعلبكي. نبيل بعلبكي بيحاول اتجاه اللعب لعند حمزه عبود لوسام صالح لحمزه عبود، انما الدفاعات الطرابلسيه موجوده، كره بتنقطع الى خارج ارض الملعب، رميه تماس لمصلحه طرابلس. يعني عم نشوف اليوم وسام صالح موجود بتشكيل الاساسي لفريق الانصار بغياب فهد عودي اللي تعرض لوعكه صحيه. فهد عودي كان من المنتظر انه يشارك بمباراه اليوم، انما قبل لحظات قليله فهد عودي كان بالتشكيل، انما هاتف شمران وجد انه وضعه الصحي لفهد عودي منه مناسب تماما لاشراكه بمباراه اليوم، فحل مكانه وسام صالح. هذا الغياب الابرز بالنسبه لتشكيله الانصار اليوم. مع ركله المرمى بتتنفذ لوسط الملعب مع عبد الرحمن العكاري اللي بيحاول على الكره، ابراهيم سويدان ايضا، حمزه عبود يضع الكره خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه نادي طرابلس. هيدا هو حمزه عبود لاعب الصفا السابق، صفا اليوم ايضا عم يلعب مع المبره بمحاوله من فريق الصفا للحصول على النقاط الثلاثه، لانه فريق العهد كان عم بيحقق فوز يوم امس على السلام صغرته بثلاث اهداف مقابل هدفين، اصبح رصيده 19 نقطه، هو متصدر ترتيب البطوله. يعني اليوم الصفا سيسعى جاهدا من اجل انتزاع الصداره من فريق العهد. هيدا الاسبوع الثاني على التوالي اللي بيوجد نفسه فريق الصفا مضطر انه يفوز ويحصل على النقاط الثلاثة، مضطر انه يعود للصدارة مجددا. مع هالكرة العرضية، كرة بتنقطع من دفاع الانصار، بتعود الكرة طرابلسية مع عمار زكور. مع هالكرة الامامية لداخل منطقة الجزاء، وتدخل لاري مهنا باللحظة الأخيرة بيلتقط الكرة وبيلعب الكرة سريعا للأمام لعند وسام صالح، بيتقدم بهالكرة وسام صالح، انما كرته بتطول لوسام، بتعود الكرة لعند حمزة علي ايضا مع طرابلس. مع احمد مغربي بيحاول يمر، احمد مغربي بتنقطع الكرة من امامه، بتعود الكرة انصارية، انما ربيع عطايرة ما بيقدر يسيطر على الكرة بالشكل الصحيح، كرته الى خارج ارض الملعب، رمية تماس مجددا لمصلحة طرابلس. عم يحصل على رميات تماس كثيرة طرابلس من بداية المباراة، تناول الكرة بشكل هادئ من قبل لاعبي طرابلس مع جهاد البعور. ايضا عبد الله طالب كرته طويله، تنقطع الكره، بتعود الكره انصاريه مع احمد مغربي. عبد الستار لون، كره طويله من عبد الستار لون للامام، لما كره بتنقطع من امامه لابراهيم سويدان الى خارج ارض الملعب، ايضا رمي التماس لمصلحه طرابلس. ايضا صراع مجددا للحصول على الكره، باكر ايوب
كرته عند ربيع عطايا، ربيع عطايا اللاعب المهاري الفنان بيلعب كره اماميه باتجاه وسام صالح، بنقطع الكره من البعور بيعيد الكره لحارس مرمى ايضا سراج صمد. يعني مهمه سراج صمد اليوم بمواجهه الانصار من بدايه المباراه قدم مستوى ممتاز سراج صمد. بالوقت لعبد الرحمن العكاري على الجهه اليسرى بيحاول المرور عبد الرحمن العكاري، كرته بتنقطع بطريقه ممتازه من حسين السيد مع نبيل بعلبكي صاحب الرقم 7 قائد الانصار، كرته لعند باكر ايوب، باكر ايوب بتقدم بهالكره، بيلعب كره باتجاه محمد حمود المتقدم من الخلف بمر بعرض الملعب، يعيد الكره لعند باكر ايوب مجددا، باكر ايوب بيحاول يمر لوحده بتنقطع كرته، بتعود الكره طرابلسيه يحاولوا تنظيم هجمه مرتده بشكل سريع. الوقت الحكم بيطلب متابعه المباراه، عمار زكور موجود على ارض الملعب مع نبيل بعلبكي، نبيل بعلبكي بيحاول المرور بيروح ياخذ مكان وسام صالح، من الكره بتوصل لعند ربيع عطايا، كرته الخلف لعند ربيع عطايا لباكر ايوب ايضا لحمزه عبود، محاولات الانصار بهاللحظات، حمزه عبود بيحاول ابقاء الكره داخل ارض الملعب ما بينجح، كرته الى خارج البساط الاخضر، رمي التماس لمصلحه الانصار، وسام صالح على التنفيذ لنبيل بعلبكي، جمهور الانصار اللي عم يطالب فريقه بتسجيل اول اهداف هالمباراه بشكل سريع مع الكره الاماميه، عبد الستار لون بتنقطع الكره بتعود الكره لعامر محفوظ ايضا لابراهيم سويدان، شوف العكاري راح ياخذ مكان العكاري، ابراهيم سويدان كرته لعد عبد الرحمن العكاري ايضا لابراهيم سويدان، تنقل الكره ما بين هاللاعبين، العكاري خطير العكاري بيحاول المرور انما كرته بتنقطع للعكاري من محمد سباعي مش لوقت طويل، بتعود الكرة طرابلسية مع عبد الله طالب، بهدوء لاعبي طرابلس عم يتناقلوا الكرة، أيضا عبد الستار اللون، أحمد مغربي، مع الكرة الأمامية، أيضا طرابلس بالهجوم مع الكرة، انما كرة بتتسدد كرة عرضية على كل الاحوال، الكرة الى خارج ارض الملعب ركلة مرمى لمصلحة الانصار. بالوقت اللي كان عمار زكور عم بيطالب بخطأ، رضوان غندور امر بمتابعة المباراة مع لاري مهنا، مع الكرة الطويلة من لاري. بتمر الكرة من امامه لباكر ايوب، بتعود الكرة طرابلسية مش لوقت طويل، ايضا نبيل بعلبكي بيحصل على الكره بتقدم بهالكره صاحب الرقم 7 بعده عم يتقدم نبيل بعلبكي، بالوقت اللي محمود كجوك راح ياخذ مكان، وايضا وسام صالح عم يطلب الكره على الجهه الثانيه، الكره بتوصل لعند ربيع عطايا لباكر ايوب، حمزه عبود مجددا لعند محمد باكر ايوب، باكر ايوب من اجل ايجاد اي لاعب، بالوقت ربيع عطايا بيلعب تمريره ساقطه لداخل منطقه الجزاء، وبتعود الكره لعند ربيع صاحب المهارات العاليه، ربيع بيحاول يسدد من خارج منطقه الجزاء انما تسديدته بتنقطع، وبتعود الكره انصاريه ايضا لعند نبيل بعلبكي مع الكره الاماميه باتجاه حمزه عبود، حمزه عبود رح يلحق بالكره، بيلعب كره عرضيه خطيره المحاوله لمصلحه الانصار بتنقطع باللحظات الاخيره، خطيره المحاوله الانصاريه بالوقت اللي طرابلس بينطلب الهجمه المرتده مع التمريره من عمار زكور لعند عامر محفوظ، عامر محفوظ بيسيطر على كرته بيلعب كره تسديدي او بيلعب كره عرضيه على كل الاحوال، كان عم بيسدد الكره مباشره على مرمى لاري مهنا والاخير بيلتقط الكره بسهوله، شوفوا التمريره الممتازه والانطلاقه المميزه كانت من حمزه عبود، بالتاكيد ابدا منه متسلل، انطلق من الخلف احمد مغربي لاعب النجم السابق كتير اليوم امس من جمهور النجمه عم يتحسر على نتيجه المباراه، عم يتحسر على خساره فريقه، مباراه دراماتيكيه كانت وجميله جدا شهدها ملعب صيدا، يعني الرسنج تقدم، النجمه عادل من ثم النجمه تقدم عن طريق اكرم مغربي، وعدنان ملحم عمل مباراه كبيره صحيحه اضاع الكثير من الفرص انما سجل هدفين، ايضا مع مصطفى خوله لعند عبد الرحمن العكاري، شوف باي طريقه بيحمي الكره عبد الرحمن العكاري، يعني لعب من المرات القليله جدا انه يخسر الكره،
الوقت لعبد الله طالب مع الكرة الأمامية لعامر محفوظ. عامر محفوظ بيحاول المرور على محمد حمودي، بيلعب كرة للخلف لعند إبراهيم شويدان. إبراهيم بيلتف حول نفسه بيحاول يمر، بيلعب تمريرة خطيرة المحاولة مسعد طرابلس، إنما تدخل بهالوقت باكر أيوب بيقطع الكرة. وأيضا ربيع عطايا، يعني كان تدخل من ربيع عطايا. ربيع عطايا عم يقدر يقطع الكرة ويعيد الكرة لمصلحة فريقه مع محاولة الأنصار مجددا. حمزة عبود كرته الأمامية لربيع عطايا، بيمر ربيع عطايا خطير إذا مر من هالمكان. ربيع عطايا بعده عم يتقدم لوحده، ربيع عطايا صاحب رقم 30، من المفترض كان يلعب تمريرة قبل ربيع عطايا بالوقت اللي كان وسام صالح عم ينتظر تمريرته لربيع عطايا، أخذ الأمور على عاتقه. وهذا أمر معروف عن ربيع عطايا وخاصة على حدود منطقة الجزاء، بيطمع بشكل كتير كبير ربيع عطايا لأنه بيعرف نفسه أنه بيقدر يمر، بيقدر عنده المهارات وعنده الإمكانيات العالية انه يقدر يمر، انما تدخل باللحظه الاخيره كان من جهه البعور منع تماما ربيع عطايا من المرور ومن التمرير. مع سراج الصمد يلعب كره طويله، سراج للامام لعند حمزه عبود، مستوى مميزه لحمزه عبود، حجز مكان اساسي تماما بتشكيله الانصار. يعني صعب الاستغناء عن حمزه عبود بهالمركز، عم بيقدم مستوى لافت. ايضا ربيع عطايا بتقدم بهالكره، ربيع لحمزه عبود بالوقت لوسام صالح دائما موجود. حمزه عبود كره العرضيه وتدخل من سراج صمد بكل ثقه كثير كبيره، صاحب الرقم 55 بيلعب كره اماميه سريعا. ايضا طرابلس مستعجلين بهاللحظات مع ابراهيم شويدان، ابراهيم شويدان بتقدم بهالكره بيقف على كرته، حيعيد الكره لعند احمد مغربي. احمد مغربي بوسط الملعب بتقدم بهالكره، بيلعب كره لعند العكاري، تدخل راموس الوقت لعمار زكور بيتعرض لخطا وصفرته لرضوان غندور موجوده. اللاعب السوري يقدم مستوى جميل جدا بمواجهه الصفا. الوقت اللي كان محمود كشك عم يرتكب خطا على عمار زكور، هذا هو سراج الصمد الى حد هالوقت بعد ما اختبر بمباراه اليوم مع راموس. مع المحاولات الانصاريه والتمريره الاماميه لعند كوجوك، كوجوك بيعيد الكره لمحمد سباعي، الحكم بيشير لخطا لمصلحه الانصار. يتنفس بشكل سريع نبيل بعلبكي، كرته لعند ربيع عطايا بوسط الملعب. ربيع عطايا بيحاول يلتف حول نفسه، بيحاول يخلص من مصطفى خوله، بمر ربيع عطايا بيلغي لاعبين، يلعب تمريره لعند باكر ايوب. باكر ايوب تمريرته الاماميه باتجاه حمود الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه طرابلس. الوقت عم نشوف التدخل القاسي كان من عبد الله طالب، وايضا خطا لمصلحه طرابلس. هذا هو عبد الرحمن العكاري وجمهور الأنصار والفرقة الموسيقية، جمهور عم يشجع فريقه. جمهور الأنصار بيعرف تماما أنه الأنصار بحاجة إلى التشجيع، النادي بحاجة تماما أنه من يوقف خلفه صاحب البطولات والإنجازات. إنما بهالموسم صح يعني بداية متعثرة للأنصار، إنما الأنصار يعني نتائج الفرق حتى خدمت الأنصاريين، وأيضا أداء الأنصار ونتائجه خدمته بنفس الوقت بالفترة الأخيرة. مع وسام صالح، وسام صالح بيتقدم بهالكرة، بيلعب تمريرة لعند ربيع عطايا. ربيع عطايا وبيحاول يمر، طالت الكرة على ربيع عطايا وتدخل دفاع طرابلس بالوقت لوسام صالح. وسام صالح أيضا بيستلم الكرة بيلعب تمريرة. وسام صالح يعني كان عنده حل آخر، وسام صالح بالجهة المقابلة كان ربيع عطايا بالمكان المناسب. يعني من وقت قليل كان وسام صالح يمكن عم بيلوم ربيع عطايا ليش ما لعب له تمريره، وايضا بالجهه بهالحاله كان من المفترض من وسام صالح انه يلعب تمريره لربيع عطايا المتقدم على الجهه اليمنى. هاتف شمران يعرف تماما مدى صعوبه المهم اليوم، مدرب عنده ثقه كثير كبيره بنفسه وعنده ثقه ايضا
انه هو قدر يعمل بهالموسم، يعمل امور كثيره بتشكيله الانصار، قدر يضع انه يوضع الانصار على السكه الصحيحه. ايضا مع عبد الرحمن عكاري، كرة انقطع من نبيل بعلبكي، حمزه علي يا عبد الرحمن العكاري، تمريره الاماميه لعند ابراهيم سويدان، ابراهيم سويدان بيعيد الكره لعند عبد الرحمن العكاري، خطيره المحاوله الطرابلسيه ولمسه يد على حمزه عبود. من الوقت لعبد الرحمن العكاري كان سريعا عم بيطالب الحكم بلمسه يد، كانت صافره. رضوان غندور اسرع من الجميع، كان قريب تماما من الحاله رضوان غندور. دخلنا على الدقيقة 18 والنتيجة لازالت التعادل السلبي بين الفريقين. مع عبد الرحمن العكاري خلف الكرة، السوري الجنسية بيلعب كرة لداخل منطقة الجزاء، خطيرة المحاولة طرابلسية، التسديد الرأسية إنما إلى خارج أرض الملعب. الحكم بيشير لركنية لمصلحة طرابلس. يعني وكأنه حمزة عبود بهاللقطة عم يلعب باسكت. إذا ركنية لمصلحة طرابلس بهالوقت، كرة بتتنفذ إنما سهلة عند الدفاعات الأنصارية، بتعود لعند نبيل بعلبكي، بيتقدم نبيل بعلبكي بيلعب كرة أمامية طويلة، هالكرة بتعود لمصلحة طرابلس. شوفوا عبد الله طالب وين أصبح موجود. بالوقت ربيع عطايا أيضا مجددا لمصلحة الأنصار، شوفوا ربيع عطايا بهي الطريقة عم بمر، صاحب الرقم 30 بغير اتجاه اللعب، بتعود الكرة أنصارية والمحاولات لازالت أنصارية بهاللحظات، مع الكرة الأمامية بتنقطع وبتعود لمصلحة الأنصار. أيضا الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء مقطوعة مجددا. يعني إلى حد هالوقت بعد ما شفنا الفرص الخطرة، ما شفنا الضغط الواضح إن كان للأنصار أو لطرابلس على المرميين. يا سلام يا ربيع عطايا هالحركة الرائعة، يعني اعتدنا على ربيع عطايا اللاعب الفنان المهاري اللي عنده إمكانيات عالية جدا. أنا من جهتي بحب اللاعب المهاري، بحب اللاعب الفنان، بحب اللاعب المبدع على أرض الملعب، بغض النظر هو بيكون ربيع عطايا، بيكون لاعب آخر، بيكون أي لاعب. مع حسين سيد، حسين سيد بتقدم بهي الكرة، بيلعب تمريرة أمامية، يعني كل التمريرات عم تكون خاطئة، التمريرات بتكون إلى خارج أرض الملعب، التمريرة ما عم تكون صائبة بشكل أو بآخر، ما عم توصل إلى اللاعبين. أيضا مع طرابلس، مع إبراهيم سويدان، شوفوا يعني حتى لاعبي طرابلس ما عم يقدروا يوصلوا الكرات بالشكل الصحيح. شوفوا الضياع، صفوف طرابلس. بالوقت محمود كوجك بيحاول يمر بهالكره، موجود الى جنبه ثلاث لاعبين، محمود كوجك بيعيد الكره للخلف لعند نبيل بعلبكي، بتقدم بهالكره نبيل بعلبكي، بعده عم يتقدم، بيحاول يمر نبيل بعلبكي من لمسه لوسام صالح، وسام صالح ايضا بيعيد الكره بالوقت لرضوان غندور، بيطلق صافرته لخطا لمصلحه، خطا لمصلحه الانصار. تدخل كان مصطفى خولة، خطأ إذن من مكان خطر للأنصار، وسط تعليمات عم تكون إسماعيل كرطام مدرب طرابلس. رمص موجود خلف الكرة، يعني عندما بيكون رمص موجود خلف الكرات الثابتة يعني هناك خطورة بكل تأكيد على مرمى الخصم، خطورة على مرمى سراج الصمد. سنتابع اذا رمص خلف الكرة، برمص بيترك الكرة بعيد. شوف الكرة كيف تنفذت من لاعبي الانصار، على كل الاحوال ما قدروا يستفيدوا بالشكل الصحيح لاعبي الانصار من هالكرة. بتعود الكرة انصارية، الحكم بيأمر متابعة المباراة. ايضا مع الانصار، مع التمرير الامامية مجددا مقطوعة، بتعود الكرة طرابلسية، محاولات طرابلس ايضا بوسط الملعب. عبد الرحمن العكاري دائما الرادار عم بيكون عبد الرحمن العكاري،
رأسه مرفوع دائما ليشاهد اللاعبين إلى جنبه إلى خلفه مع وسام صالح، بيحاول يمر بها الكرة وسام صالح، كرته إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة طرابلس. مع حمزة علي، أيضا أحمد مغربي، جهاد البعور، مع عبد الله طالب، كرة طويلة باتجاه العكاري، إنها بتنقطع الكرة من رمص، بتعود لعند ربيع عطايا، بيحاول يمر ربيع عطايا، بتوصل الكرة عند وسام صالح، وسام بيترك الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس سريعا تتنفذ سريعا وبتسرع بنفس الوقت باتجاه محمود كوجك وسهلي إلى حارس مرمى الأنصار، إلى حارس مرمى طرابلس سراج الصمد. تعودنا أيضا على عائلة الصمد من ناحية شقيقه لسراج الصمد حارس مرمى الصفا وأيضا حارس مرمى الأنصار، انطبع اسمه بشكل أو بآخر زياد الصمد كحارس أعطى الكثير للنادي الأخضر، مع ربيع عطايا اللي بيحاول يمر أو يمرر، تمريرته بتنقطع، بتعود الكرة لعند نبيل بعلبكي، دائما المحور هو نبيل بعلبكي، الكرة الأمامية باتجاه حمزة عبود، من لمسة حمزة عبود لعند وسام صالح، بيحاول المرور وسام صالح، بتنقطع كرته من عمار زكور، أيضا الكرة طرابلسية، مصطفى خولة مع الكرة الأمامية، إنما كرة سهلة جدا لرمص، مع باكر أيوب، بتقدم بالكرة باكر أيوب، ممكن يسدد باكر أيوب من بعيد، إنما تسديدته بعيدة كل البعد عن مرمى سراج الصمد وإلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة طرابلس. شوفوا التمويه كان من رمص على أساس يفسح للمجال لربيع عطايا للتسديد. والخطأ كان من حسين سيد على عامر محفوظ، مع حمزة عبود الكرة الهوائية رأسيته إلى الخلف، توصل الكرة لعند عبد الرحمن العكاري، عمار زكور، كرة أمامية إنما سهلة جدا بين يدي لارم هنا، أيضا محمد باكر أيوب مع نبيل بعلبكي، يعني التمرير السريع التحرك السريع هذا أمر أهم جدا، يعني تسريع إيقاع اللعب من أجل يعني فك الشفرة الدفاعية بالنسبة لنادي طرابلس، أمر مطلوب بالنسبة للأنصاريين. مع حسين سيد، يعني عم نشوف حتى خط دفاع الأنصار أصبح موجود بوسط الملعب لمساندة خط الوسط، بالوقت إبراهيم سويدان بيعكس الكرة لعند عبد الرحمن العكاري، أيضا مغربي، عبد الرحمن العكاري تنقل الكرة بشكل سهل إنما بشكل خاطئ بنفس الوقت لنبيل بعلبكي، الكرة الأمامية حتى كل أغلب الكرات عم تكون إلى خارج أرض الملعب. الوقت اللي عم نشوف تسديدته لمحمد باكر أيوب اللي كانت بعيدة عن مرمى سراج الصمد، بعرف يعني حنين يمكن الفريقين بعضهم ما حضروا إلى المباراة بشكل أو بآخر. الوقت لإبراهيم سويدان بيعكس الكرة للخلف أيضا مع طرابلس، تنقطع الكرة من رمص، بتعود لعند نبيل بعلبكي مع باكر أيوب، ربيع عطايا، العرضية موجودة بهاللحظات، أي عرضية؟ ما عم بعرف، على كل الأحوال كرة إلى خارج أرض الملعب وركلة مرمى لمصلحة طرابلس بهالوقت. شوفوا ربيع عطايا مطلوبة التسديد يا ربيع عطايا باتجاه المرمى، معصب ربيع عطايا من هاللقطة الأخيرة. بدك تروق يا ربيع، لاعب المهار الفنان مفروض يكون عنده أعصاب رائقة ويعرف تماما كيف ياخذ الأمور على عاتقه ويعرف تماما كيف يمر. بالوقت لمحمد باكر أيوب،
الكره اللي عند كوجوك، كوجوك بعيد الكره اللي عند باكر ايوب. شوفوا حتى الالتفاف من باكر ايوب حول نفسه يعني بشكل بطيء، مفروض التمرير بشكل سريع، اتخاذ القرار بشكل اسرع من اللاعبين. مع نبيل بعلبكي لباكر ايوب مجددا. ايضا مع باكر ايوب الكره الاماميه، وسام صالح بيحاول يوصل للكره ما بينجح، بتوصل الكره لعند حمزه عبود ايضا لوسام صالح، عم ينسى الكره خلف وسام صالح. ما بعرف يعني صحيح انه الاجواء المناخيه بارده، انما منه برد يعني، منه البرد القارس يعني ليتاثروا اللاعبين، وما نشعر ابدا بحراره المباراه. إذا ركنية بهالوقت لمصلحة الأنصار، على أمل إنه نشوف أول الفرص الخطرة بهاللقاء إن كان من جانب الأنصار أو من جانب طرابلس. إنما الأفضلية بهالوقت للأنصار، ركنية بتتنفس لداخل منطقة الجزاء، بتنقطع الكرة، بتعود الكرة اللي عند ربيع عطايا مقطوعة مجددا، بتعود طرابلسية مع الكرة الأمامية. شوفوا عبد الرحمن العكاري، عبد الرحمن العكاري بتقدم الكرة صاحب الرقم 9 بيحاول يمر لوحده عبد الرحمن العكاري، إنما كرته بتنقطع باللحظة الأخيرة. كان عم بجرب حركة ممتازة عبد الرحمن العكاري، لو مر كان في هناك خطورة كتير كبيرة لمصلحة طرابلس. ومع عودة محمد سباعي اللي بيقدر يحصل على الكرة ومش لوقت طويل، وأيضا مع طرابلس مع عبد الرحمن العكاري، عمار زكور، إبراهيم سويدان، عبد الرحمن العكاري بمر بطريقة ممتازة عن رمز، لما الكرة بتوصل لعند عبد الستار اللون. المحاولات الطرابلسية بهالوقت لخطف هدف قبل نهاية الشوط الأول مع عمار زكور. عمار زكور كرة لمواطنه، عبد الرحمن عكاري بيحاول المرور ما بينجح، بتعود الكرة أنصارية مع باكر أيوب. الإصرار على أنه الأنصار يلعب على الجهة اليسرى أغلب الكرات، مع الكرة اللي عند محمود كجر، بيمر محمود كوجوكو بيتعرض لخطأ، خطأ لمصلحة الأنصار. هذا هو جمهور الأنصار اللي عم ينتظر أول أهداف فريقه بهالمباراة، عم ينتظر من فريقه إنه يعمل نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، يحقق النقاط ثلاثة ليصبح رصيده 16 نقطة في حال قدر الأنصار يحصل على النقاط ثلاثة. مع ربيع عطايا بيسدد، ربيع عطايا يعني الأفضل الممكن بالنسبة لمباراة اليوم، التسديد بهالطريقة ما عم يقدروا اللاعبين حتى يسددوا بالطريقة المطلوبة. الوقت هناك طلبة بلمسة يد، يعني صحيح ربيع عطايا فقط هو رصيده هدف بالبطولة، انما اي هدف كان عم يسجله ربيع عطايا بمرمى الاخاء الاهلي علي على هالملعب هو ملعب بيروت البلدي، هدف رائع جدا كان لربيع عطايا، كلنا بنذكر هدفه لربيع. ايضا رمي التماس لمصلحه طرابلس، تتنفس الكره، بتعود الكره انصاريه لراموس لنبيل بعلبكي مع حمزه عبود، بتقدم بهالكره حمزه عبود. حمزه عبود بيحاول يمر، بيلعب تمريره اماميه لربيع عطايا. الوقت لوسام صالح بيروح ياخذ مكان، هالمره ربيع عطايا بيلعب الكره اللي عند وسام صالح، وسام صالح كرته العرضيه داخل منطقه الجزاء، وسراج الصمد موجود، سراج الصمد موجود لا يحصل على الكره. ايضا رمز الكره اللي عند لاري مهنا، لاري لحمزه عبود، مع المحاولات الأنصارية بهالوقت، مع الكرة الأمامية من نبيل بعلبكي ما بتوصل إلا للدفاع الطرابلسي وتحديدا لعند حمزة علي. أيضا أحمد مغربي ممنوع الخطأ من هالمكان، مع الكرة باتجاه عمار زكور، تدخل نبيل بعلبكي بعيد الكرة أنصارية، وسام صالح كرته لربيع عطايا، خطير ربيع عطايا في حال مر من هالمكان، ربيع عطايا كرته عند باكر أيوب أيضا لربيع عطايا. يعني في اصرار ما بين
ربيع عطايا وبكر ايوب، يعني بكر ايوب عندما بيستلم الكره بيفتش على ربيع عطايا، هذا امر مهم، انما بنفس الوقت يعني مفروض البحث عن لاعب غير ربيع عطايا ممكن يكون عم بيروح ياخذ مكان بالوقت، هناك هجمه طرابلسيه، ما الكره بتنقطع باللحظات الاخيره من حمزه عبود، خطيره المحاوله كانت بالنسبه لطرابلس، الهجمه المرتده كانت سريعه جدا ليصنع الخطوره الكبيره، طرابلس امام مرمى الانصار، هذا هو حمزه عبود صاحب الرقم 18 عم بيكون موجود باي مكان بخط الدفاع، مع عبد الستار اللون، رمي التماس طرابلسيه، كره بتلعب للخلف لعند عبد الله طالب، عبد الله طالب بتقدم بها الكره، بيمر بيحاول يمر لوحده، بتنقطع الكره، بتعود الكره انصاريه مع ربيع عطايا، ايضا وسام صالح بروح ياخذ مكان ربيع عطايا لوحده، بتقدم بها الكره، بيحاول يمر عن لاعبين ربيع عطايا وبيتعرض لخطا، ربيع عطايا بيتعرض لخطا بهالوقت، تدخل واضح كان من عبد الله طالب، لاعب اللي عم يلعب بخط الدفاع هو لاعب يجيد تماما اللعب بوسط الملعب، لهالسبب بنشوف عبد الله طالب عم يكون متقدم وعنده مهمة التقدم بعد الشيء، أيضا مع طرابلس كرة بتنقطع من حسين سيد، بتعود الكرة لعند حمزة عبود، بيحاول يمر عن خولة ما بينجح، أيضا عامر زكور، كرة لحمزة علي، لعب كرة أمامية حمزة علي لعند عبد الرحمن العكاري، صراع ما بين عبد الرحمن العكاري وحسين سيد، إنه بيرتكب خطأ واضح عبد الرحمن العكاري على حسين سيد، لاعب التضامن صور السابق، يعني عم بيقول له حسين سيد ليه عبد الرحمن العكاري، واضح كنت عم تلقطني بي بكنستي، الكمش واضح كان، مع الكرة الأمامية بتتنفس على حدود منطقة الجزاء، بتنقطع الكرة وبتعود الكرة طرابلسية مع عمار زكور، بيلعب كرة أمامية تنقطع من الدفاعات الأنصارية وبتعود عند باكر أيوب، باكر أيوب بوسط الملعب بيحاول يمر، موجود إلى جنبه عمار زكور، أيضا المحاولة الأنصارية لا زالت موجودة مع باكر أيوب، مع التمريرة الأمامية، تدخل من عبد الله طالب باللحظة الأخيرة يضع الكرة خارج أرض الملعب ليحصل الأنصار على ركنية، وروح رياضية عم تكون ما بين عبد الله طالب ومحمود كجر، ركنية إذا أنصارية على يمينه تماما لسراج الصمد اللي عم يعطي تعليماته لخط دفاعه، هل الأنصار من خلال هالركنية رح يقدر يهز الشباك؟ سنتابع إذا من هالركنية تحت أنظار جمهور الأنصار، ركنية من محمد سباعي تتنفس بشكل قصير لمحمد حمود، بيحاول يعكس الكرة لداخل منطقة الجزاء، أيضا كرة أنصارية والكرة بتنقطع مرة جديدة، ركنية لمصلحة الأنصار، مرة جديدة الأنصار عم يحصل على ركنية، يعني الأنصار عم بيقرب أكثر فأكثر إلى منطقة جزاء، طرابلس مع الكرة بتتنفس داخل منطقة الجزاء، ممكن كنا نشوف أول أهداف هالمباراة، ممكن كنا نشوف أول أهداف هالمباراة من خلال هالكرة الرأسية اللي كان الممكن أفضل بكثير من اللي شفناه باللقطة الأخيرة، بالوقت إبراهيم سويدان بيعكس الكرة للخلف، يعني حسين سيد كان بمكان مناسب تماما إنه يقدر يسدد الكرة برأسه، يعني إذا ما هز الشباك كان فعلا عم يعمل فرصة خطرة لمصلحة فريقه، أيضا مع الهو هالتسديدة من خارج منطقة الجزاء، عمار زكور ما توفق بشكل أو بآخر بهالتسديدة، تسديدته كانت عالية جدا، استقبل الكرة بشكل سريع، كان بيحتاج للكثير من الدقة باللقطة الأخيرة عمار زكور، أيضا مع الأنصار محاولات الأنصار مع الدقيقة 36 مع هالتسديدة مباشرة سهلة جدا ما بين أقدامه لسراج الصمد، كان بمكان مثالي إذا فينا نقول حسين سيد، يعني بدأنا نشوف الفرص، على الأقل بدأنا نشوف الأنصار عم يقدر يوصل إلى منطقة جزائه لسراج الصمد،
وقع الفرقة الموسيقية الأنصارية، جمهور الأنصار اللي عم يشجع فريقه والابتسامات واضحة على وجوه جمهور الأنصار اللي بينتظر فريقه بهالموسم، يعني عم ينتظر الكثير جمهور الأنصار ليعود الأنصار إلى منصة التتويج ببطولة لبنان. الوقت اللي كنا عم نشوف مقعد احتياط الأنصار محمد عطوي بالتأكيد رح يكون له دور بالشوط الثاني العائد من الإصابة. أيضا عبد الله طالب، الكرة بتتخلص، وسام صالح بيحاول يبكي الكرة لمصلحة فريقه، الكرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس بهالوقت لمصلحة الأنصار. أيضا مع نبيل بعلبكي، بعلبكي لباقر أيوب، ربيع عطايا أيضا مع الكرة الأمامية تنقطع من الدفاعات الطرابلسية، خطيرة المحاولة لمصلحة الأنصار إنما الكرة توصل سهلة لزياد الصمد، زياد الصمد لسراج الصمد. على كل بعدنا بعائلة وحدة. أيضا نبيل بعلبكي، راموس، باكر أيوب، تسريع إيقاع اللعب أصبح واضح بالنسبة للاعبي فريق الأنصار مع نبيل بعلبكي، بيلعب كرة لعند حمزة عبود، حمزة عبود بيحاول يمر، بيمر حمزة عبود عن مصطفى قولة، بعده عم يتقدم بيلعب كرة لعند وسام صالح، وسام صالح بيحاول المرور، وسام صالح إلى حد هالوقت ما عم ينجح، الحكم بيشير لخطأ لمصلحة طرابلس. وجود وسام صالح على الجهة اليمنى ما بعرف يعني رح يكون مفيد. وسام صالح على الجهه اليمنى، كنا شاهدنا وسام صالح عندما يشرك تم يتم اشراكه بالمباريات بيكون افضل على الجهه اليسرى. ايضا مع عمار زكور، احمد مغربي بيلعب كره طويله خطيره المحاوله مصلحه طرابلس، خطيره 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 داخل منطقه الجزاء، الكره العكسيه انما لا زالت الخطوره واضحه، سويداني بيعكس كرة مجددا وتدخل باللحظة الأخيرة من الدفاعات الأنصارية، بتنقطع الكرة، محاولة طرابلس بمنتهى الخطورة كانت لو قدروا يلعبوا الكرة بالشكل الصحيح لاعبي طرابلس كنا شفنا الخطورة أكبر بكثير. إنما أيضا الأنصار محاولة رد سريعة عن طريق باقر أيوب المتقدم، حمزة عبود بتوصل الكرة عند حمزة عبود على الجهة اليمنى، حمزة عبود بيترك الكرة عند نبيل بعلبكي، بيتقدم نبيل أيضا لحمزة عبود، يعني تمريره نبيل بعلبكي كانت ضعيفة جدا، كرة أسهل كانت لمصطفى خولة. الوقت اللي عم نشوف فرصة، فرصة طرابلس يعني لو وصلت الكرة بشكل صحيح لعند ابراهيم سويدان بالتاكيد كان راح يكون هناك كلام اخر. ابراهيم سويدان اللي تم استدعائه للمشاركه مع منتخب بلاده مع المنتخب الفلسطيني ببطوله غرب اسيا، بالوقت اللي ربيع عطايا بيحاول ينطلق تم استدعائه لابراهيم سويدان للمشاركه اذا مع منتخب بلاده المنتخب الفلسطيني ببطوله غرب اسيا. البطولة اللي رح تستضيفها قطر، هذا المنتخب اللبناني يعني الموجود بالمجموعة الثالثة، المنتخب الوطني رح نواجه المنتخب الكويتي مجددا، وأيضا رح نواجه المنتخب الأردني، المنتخب الفلسطيني رح يواجه منتخب قطر والسعودية ب 25 الشهر الحالي ستنطلق بطولة غرب آسيا. على سيرة غرب آسيا يعني اليوم المنتخب اللبناني كان عم بيحقق نتيجة لافتة، منتخب لبناني لكرة الصالات كان عم بيفوز 4-3 على المنتخب العراقي. مع الكرة عند عبد الرحمن عكري داخل منطقة الجزاء، عبد الرحمن عكري بيسدد تسديدته، تسديدته إلى خارج أرض الملعب، الوقت اللي كان هناك فرصة طرابلسية، هذا هو عبد الرحمن عكري اللاعب اللي عم حذر منه دائما بالمباريات، لاعب عنده إمكانات عالية جدا وخاصة عندما بيستلم الكرة
شوف عبد الرحمن الأكاري يعني حاول يمر وسدد، تسديدته كانت عالية. كنا نتذكر هالثلاثي، علي فقيه الحارس العملاق، مين ما بتذكر علي فقيه، مين ما بتذكر مالك حسون، مين ما بتذكر سامي الشوم، أصحاب الإنجازات والبطولات. الوقت اللي وسام صالح بيحاول يمر يعني بحديث بينه وبين مالك حسون، مالك حسون بيقول أنا هلأ بقدر ألعب فوتبول. يعني مالك حسون عنده رغبة كتير كبيرة يكون موجود بالملاعب، هو فعلا موجود بالملاعب، حتى بالتمرين الأنصار دائما بيكون الغلبة لمالك حسون على حساب الشباب مالك وسام الشوم. بالوقت اللي مصطفى خولة موجود على أرض الملعب، وشوف سراج الصمد تعليماته لخط دفاعه، بده يحاول يحافظ على نظافة شباكه كما فعل أمام الصفا عند ما تم إشراكه مع بداية الشوط الثاني، عندما أصيب عبده طافح حافظ على نظافة شباكه وحرم الصفا من ركلة جزاء كان سددها نور منصور، صدى رائعة كانت لسراج الصمد. بالمناسبة هذه المباراة رقم 11 بين الفريقين، كان الأنصار فاز 7 مرات على طرابلس، وفوز وحيد فقط لطرابلس على الأنصار كان بالموسم الماضي. تحدثنا عن هالمباراة، انتهت 3-2 وتعادلوا الفريقين مرتين. الأنصار سجل 20 هدف بمرمى طرابلس، أما طرابلس سجل 8 أهداف بمرمى الأنصار. مع الكرة لمصلحة الأنصار بهالوقت، لا تخلو أبدا من الخطورة. شوط أول شارف على النهاية، هل بإمكان الأنصار تسجيل هدف من خلال الكرة؟ حسن نتابع مع الكرة مباشرة. خطيرة المحاولة الأنصارية من الرقم 5 حسين سيد، أيضا مرة جديدة حسين سيد بالكرة الرأسية ما عم يقدر يلاقي طريق الشباك. شوفوا الكرة تنفذت العرضية وحسين سيد ارتقى بالشكل الصحيح لهالكرة وسدد الكرة، هزت الشباك الجانبية لمرمى سراج الصمد. فرصة خطرة جدا لمصلحة الأنصار، يعني بدأنا نشعر بالدقائق العشر الأخيرة بخطورة الأنصار، على الأقل الأنصار عم يقدر يوصل إلى منطقة جزاء طرابلس، وأيضا بالجهة المقابلة نادي طرابلس عم يقدر يوصل لمنطقة جزائه للارم. هنا كنا شفنا الوصول الأخير كان لعبد الرحمن العكاري، بالوقت لمحمد حمود بيلعب كرة أمامية. الأنصار بهالوقت عم بيحاول يضغط لتسجيل هدف التقدم للدخول إلى غرف الملابس متقدما على طرابلس. بالوقت اللي هناك صافرة رضوان غندور عم تعلن عن خطأ لمصلحة الأنصار من مكان خطر جدا. هذه هي وظيفة راموس من هالمكان. باقر أيوب اللي بيلعب الكرة لربيع عطايا، شوف بأي طريقة ربيع عطايا كان عم بيحاول يمر، هيدي الطريقة بالتأكيد رح يرتكب خطأ على ربيع عطايا. كان محاولة المرور بهالأسلوب، وحديث عم بيكون ما بين رضوان غندور وعمار زكور وبطاقة صفراء بوجه اللاعب السوري. من مكان خطر جدا هالكرة لمصلحة الأنصار، هيدا هو راموس صاحب الرقم 4 عم يتقدم. يعني بالتأكيد مش 30 دقيقة أبدا في الوقت المحتسب بدل عن ضائع، هي دقيقة فقط من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. إذا عم يرفع الحكم الرابع علي رضا، دقيقة ستكون كافية أمام الأنصاريين للتقدم بهالمباراة، مثل ما كانت كافية الدقيقة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بمباراة يوم أمس أمام النجمة لتعديل النتيجة عن طريق محمد مطر. راموس خلف الكرة، راموس بتقدم بسدد مباشرة، راموس إنما الكرة بتروح إلى خارج أرض الملعب. خطيرة محاولة الأنصار وخطيرة تسديدته لراموس. شوفوا يعني سراج صمد عم بلوم خط دفاعه بالوقت الأنصار عم يحصل على ركنية. ركنية بتنفذ بشكل أصيل، بتوصل الكرة ما بتوصل الكرة عند ربيع عطايا، بتنقطع الكرة. وبهالوقت رضوان غندور عم يعلن عن نهاية
احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. اذا سريعا الى الاستوديو التحليلي على امل اللقاء بالشوط الثاني. مجددا تحيه لجميع المشاهدين بلبنان والعالم. اذا عوده الى ملعب بيروت البلدي حيث المباراه عم تجمع اليوم الانصار وطرابلس. شوط اول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. اذا تبديل عم يتحضر بصفوف الانصار بهالوقت. محمد عطوي اللي توقعنا نشوفه بالشوط الثاني، مع بدايه الشوط الثاني راح يدخل محمد عطوي ليشارك فريقه بالدقائق ال 45 المقبله. محمد عطوي اللي عم يتحضر للدخول، وايضا الحكم الرئيسي بهالمباراه رضوان غندور. اذا محمد عطوي راح يكون مكان وسام صالح. محمد عطوي اذا بيدخل بهالوقت الى ارض الملعب. تبديل من قبل المدرب هاتف شمران، ولحظه انطلاق الشوط الثاني بهالوقت. محمد عطوي اول لمسه للكره، كره لعند حمزه عبود. يعني الانصار بده يضغط من بدايه الشوط الثاني. الكرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة الأنصار. يعني بالتأكيد الأنصاريين بيكونوا عرفوا إنه فريق الصفا عم بيحقق نتيجة كبيرة على حساب المبرة 6-2، وعم يحرز النقاط 3 وعم يتساوى بالنقاط مع فريق العهد ب 19 نقطة. يعني مفروض على الأنصار إنه يقدر يفوز ليبقى موجود بالمنافسة الحقيقية على لقب البطولة. يعني شباب الساحل 16 نقطة، الصفا 19 نقطة، العهد 19 نقطة، بالوقت للرسنج أيضا 16 نقطة، الأنصار 13 نقطة. في حال فاز اليوم الأنصار رح يكون هناك أربع فرق بيملكوا 16 نقطة. النجم تجمد رصيده بعد خسارته يوم أمس أمام الرسنج 13 نقطة. مع الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس أنصاري. محمد حمود على التنفيذ، بيلعب كرة لعند باكر أيوب لنبيل بعلبكي، بيعيد الكرة لعند راموس. راموس رح يلعب كرة طويلة باتجاه كوجوك. محمود كوجوك هو اللي سجل لمصلحة الأنصار بآخر مباراة جمعت الفريقين بالبطولة الماضية. كان سجل عبد الرحمن العكاري. مين بينسى لاعب اسمه مارسيلو البرازيلي اللي كان يلعب بصفوف نادي طرابلس؟ هو كان غادر إلى البرازيل مع نهاية البطولة الماضية. مارسيلو كان سجل هدفين لطرابلس، وكان لعب التمريرة الحاسمة لعبد الرحمن العكاري. ايضا وزدم كان سجل بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع لمصلحة الأنصار. انتهت المباراة بنتيجة 3-2. يعني كل الحديث عن وزدم عائد للأنصار الأمر أبدا منه صحيح. وزدم عم يلعب بماليزيا ما بين الذهاب والإياب، بالتأكيد منه عائد إلى الأنصار. مع الكرة بتتفز داخل منطقة الجزاء، تنقطع الكرة من الدفاعات الطرابلسية. كرة لا زالت داخل أرض الملعب مع عبد الله طالب، بيحافظ على الكرة، بيحاول يمر كرته إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى
لمصلحة طرابلس بهالوقت. هيدا هو عبد الله طالب صاحب المستوى الثابت والأداء المميز دائما بكون من صاحب الرقم 2 مع سراج الصمد. مع الكرة الطويلة تدخل من راموس، خطأ واضح من راموس، خطأ لمصلحة طرابلس. تدخل قاسي كان من راموس باللقطة الأخيرة على عامر محفوظ. كان قريب تماما رضوان غندور. شوف راموس يعني مستاء يمكن من نفسه بعد التدخل القاسي. بالوقت رضوان غندور عم يطلب من عامر محفوظ انه ينهض ليتابع المباراة. وايضا عبد الله طالب بيوضع الكرة خارج ارض الملعب. شو عم يحصل بهاللحظات؟ بالوقت المسعفين عم يدخل الى ارض الملعب وحديث عم بيكون ما بين رضوان غندور واحمد مغربي وايضا قائد الفريق عبد الله طالب. إذن بالوقت لعامر محفوظ عم بيتم إخراجه إلى خارج أرض الملعب لمتابعة المباراة ورمي التماس إذن لمصلحة طرابلس. على أمل إنه عامر محفوظ يقدر يعود على أرض الملعب لمتابعة اللقاء. الوقت لعامر زكور لعب كرة عند مصطفى خولة. مع الكرة الأمامية العرضية لداخل منطقة الجزاء. ما في أي لاعب آخر غير عبد الرحمن العكاري داخل منطقة الجزاء. يعني سبب وصلت الكرة يعني باقر أيوب كانت سهلة للدفاعات الأنصارية العرضية وأيضا مع محمد عطوي. باقر أيوب لمحمد عطوي مجددا صاحب الرقم 10. بيتمنى جمهور الانصار انه يعود لمستواه الحقيقي محمد عطوي. يعني لاعب عائد من الاصابه المفروض انه الشغل يكون كثير كبير على محمد عطوي. بالوقت محمد حمود بيعكس كره عرضيه بتنقطع الكره بتعود الكره لمصلحه طرابلس. مجدد طرابلس بالهجوم مع العكاري او مع احمد مغربي. احمد مغربي بمر بهالكره بعده عم يتقدم صاحب الرقم 14. خطيره المحاوله لمصلحه طرابلس، خطيره المحاوله لمصلحه طرابلس انما ما قدر يسيطر على نفسه بالشكل الصحيح. ابراهيم سويدان يعني مستاء من نفسه بكل تاكيد. فعلا كانت هجمه خطره لمصلحه الطرابلسيين كان عم بيقودها احمد مغربي. يعني ما سيطر على نفسه بالشكل الصحيح وبنفس الوقت لمس الكره بيده. مع لاري مهنا بيطلب من اللاعبين التقدم الى الامام. لاري مهنا بيلعب كره طويله اماميه باتجاه كوجوك والى خارج ارض الملعب. يعني بدايه الشوط الثاني كما بدايه الشوط الاول. هو راح يسجل اول اهداف المباراه اليوم. الكره ايضا الى خارج ارض الملعب ورمي التماس مجددا لمصلحه طرابلس. وقت لعامر محفوظ عاد الى الميدان مع عبد الستار اللون. احمد مغربي كرة عند نبيل بعلبكي رأسيته لنبيل لمحمود كشك مع محمد عطوي. مع المحاولات الانصارية والخطورة بهالوقت لمصلحة الانصار. خطيرة المحاولة حمزة عبود والعرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة الرأسية بتتخلص الكرة بتتخلص الى خارج ارض الملعب وركنية لمصلحة الانصار. وجمهور الانصار بهالوقت عم يشجع فريقه ويحفز فريقه من اجل تسجيل اول اهداف هالمباراه. هيدا هو عبد الستار اللون صاحب التسديده الراسيه الاخيره ليخلص الكره مع الكره العرضيه مجددا لداخل منطقه الجزاء. بتتخلص الكره محمد حمود بيحاول يحصل على الكره مجددا لمصلحه الانصار مع محمد عطوي. المحاولات الانصاريه
عربي عطايا الكرة الأمامية وسهلي بين يدي سراج الصمد. الكل عم ينتظر أول أهداف هالمباراة. بالمناسبة أول هدف للأنصار كان بمرمى طرابلس، كان سجله لاعب ما بينساه أبدا جمهور الأنصار، هو لاعب قناص هداف سجله فادي غصن بالوقت لي عبد الرحمن العكاري متسلل. فادي غصن كان سجل أول هدف بمرمى طرابلس. الوقت كانت الركنية نفذها أيضا لاعب ما بينساه جمهور الأنصار، ما بينساه أيضا فريق العهد، لاعب كان له بصمته بالملاعب اللبنانية. عم نتحدث عن صالح زدير اللاعب العراقي، أيضا فابيو اللي كان دافع عن ألوان الأنصار كان شارك بمشروع الهدف اللي سجله فادي غصن بمرمى طرابلس. أيضا مع الأنصار مجددا العرضية داخل منطقة الجزاء، إنما عبد الستار لون بيقطع الكرة إلى خارج أرض الملعب ورمي التماس لمصلحة الأنصار. التماس تنفذ بشكل سريع، مستعجلين الأنصار بهالوقت مع باقر أيوب لربيع عطايا. جمهور الأنصار عم يشجع ربيع بهالوقت، ربيع عطايا كرته لعند نبيل بعلبكي، يتقدم نبيل بعلبكي صح حمراء بسبعة لحمزة عبود. العرضية ممكن يكون موجودة بهاللحظات، لما عم يتأخر حمزة عبود بالكرة مع نبيل بعلبك اللي بيعكس كرة أمامية وتدخل من سراج صمد بيقطع الكرة من أمام الكل، وممكن ممكن أول هدف المباراة. الكرة بتتخلص، كرة بتتخلص من صاحب الرقم اثنين، كرة بتتخلص باللحظة الأخيرة من الدفاعات الطرابلسية. عم تشوف نبيل بعلبكي كيف عكس الكرة، سراج صمد كان عم بيخلص. فرصة هدف محقق لمصلحة الأنصار عم تضيع على الأنصاريين مع الدقيقة 56 ومع إصابة سراج صمد الموجود على أرض الملعب. كنا تحدثنا عن أول هدف للأنصار بمرمى طرابلس، وأيضا هناك أول هدف لطرابلس بمرمى الأنصار كان سجله إبراهيم مناع بالدقيقة 75 بذهاب موسم 2006-2007. المباراة كانت أقيمت على هالملعب اللي هو ملعب بيروت البلدي، كانت بقيادة الحكم طلعت نجم. شوفوا أيضا العرضية كانت خطرة وخلصها عبد الستار اللون. بوقت الأنصار كان فاز بتلك المباراة بنتيجة 3-1. كان نصرات الجمل، ايضا مين بينسى نصرات الجمل مع فريق الانصار؟ يعني جمهور الانصار بيذكر تماما نصرات الجمل لاعب التضامن صور السابق، لاعب الانصار ولاعب النبشيت بالدرجه الثانيه الحالي. كان سجل نصرات الجمل وفادي غصن والعراقي احمد منجد عباس، مسجل الاهداف الثلاثه للانصار بتلك المباراه. وهذا الموسم كان موسم 2006-2007 كان الأنصار أحرز لقب البطولة مع هالكرة إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس لمصلحة الأنصار بهالوقت، محمد حمود مع تعليمات هاتف شمران للاعبينه. الوقت لمحمود كجوك بيحاول يمر بهالكرة مع هالكرة الأمامية سهلة لعند الدفاعات الأنصارية لعند راموس، كرته لعند نبيل بعلبكي، نبيل بعلبكي لحمزة عبود مع تقدم باقر أيوب، بيترك الكرة لربيع عطايا، ربيع عطايا أيضا لباقر أيوب، أيضا لربيع عطايا، ليش لا يعني باقر أيوب ربيع عطايا، قصة عشق ما بين هاللاعبين على أرض الملعب. دائما الكرات عم تكون ما بين هاللاعبين، ومع هالتمريرة الطويلة بتروح سهلة جدا بين يدي لاري مهنا. دخلنا على الدقيقة 58 ولا أي فريق عم ينجح بافتتاح التسجيل بمباراة اليوم مع الكرة الأمامية باتجاه محمد حمود. عبد الستار لون بيتدخل وبيقطع الكرة
والى خارج ارض الملعب. ركله مرمى لمصلحه طرابلس. هذا هو عبد الستار اللون عم بيكون موجود. عبد الستار اللون يقطع كل الكرات الخطره للانصار مع سراج الصمد مع الكره الطويله. يعني طرابلس عم يلعب ليخطف هدف بهاللقاء. في حال خطف هدف نادي طرابلس حيكون في كلام اخر بنتيجه مباراه اليوم. شو اللي حصل؟ عبد الرحمن العكاري ورضوان غندور عم يطلب تنفيذ رمي التماس لمصلحة الأنصار. كل اللاعبين جمعوا بوسط الملعب إلى جانب حكم المباراة. وقت محمد سباعي يعيد الكرة لطرابلس. محمد عطوي وأحمد مغربي يعني اللاعبين بيعرفوا بعض كتير منيح، وخاصة بالصراع الكبير وبالمباراة الكبيرة بالقمة اللبنانية بالديربي اللبناني. يعني أحمد مغربي محمد عطوي الأنصار والنجمة. مع رمي التماس أنصارية. مع ربيع عطايا. محمد عطوي. محمد عطوي بيلعب تمريرة أمامية خطيرة المحاولة الأنصارية العرضية موجودة بهاللحظات. إنها الكرة بتنقطع وبتعود إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس لمصلحة الأنصار. على أمل إنه يعم السلام بكل لبنان. يعني بالتأكيد نادي طرابلس يعني عم بيعاني الكثير والكثير يمكن لا يحضر إلى بيروت، وأيضا بالتمرينات مع الهجمة المنسقة المرتدة والممتازة بنفس الوقت لمصلحة طرابلس. ممكن الخطورة تكون موجودة بهالكرة الطرابلسية مع مصطفى خولة بعيد الكرة للخلف. أيضا مصطفى خولة تمريرته الأمامية بتنقطع مع تدخل محمد عطوي. بتعود الكرة الطرابلسية. مصطفى خولة مجددا. خطأ كان بالإمكان تفاديه تماما. خطأ كان بالإمكان إنه الوقت هناك تبديل بصفوف الأنصار. قاسم أبو خشفي هو اللي عم يدخل على أرض الملعب بالوقت اللي عم يخرج محمد سباعي. التبديل الثاني بصفوف الاخضر بالوقت اللي هناك كره طرابلسيه بتتنفس داخل منطقه الجزاء بتنقطع بتعود مره جديده لمصلحه طرابلس. خطيره المحاوله الطرابلسيه خطيره ممكن تكون لداخل منطقه الجزاء ومع التسديد هو خطيره المحاوله الطرابلسيه على المرمى الانصاري. وكادت العاصفه الطرابلسيه ان تكون موجوده بهاللحظه مع عبد الله طالب. يعني قلنا انه عبد الله طالب لاعب صحيح مدافع انما يجيد تماما، هو لاعب وسط يجيد تماما اللعب وسط الملعب، يجيد تماما الانطلاق الى الامام، وهو واضح تماما من بدايه المباراه عنده هالامر. ربيع عنده هالامر، عنده هالامر عبد الله طالب. عم نشوفه اكثر من مره موجود بوسط الملعب عم ينطلق وعم يتقدم وعم بيشكل الخطوره على المرمى الانصاري. بالوقت نبيل بعلبكي بينطلق لمحاولة للأنصار من أجل الرد السريع على فرصة خطرة جدا كانت لمصلحة طرابلس مع التمريرة الأمامية الطويلة باتجاه إبراهيم سويدان. الكرة تنقطع من أمامه لإبراهيم سويدان. شوفوا محمود كوجك موجود. محمود كوجك عاد ليقطع الكرة ليعيد الكرة لمصلحة فريقه مجددا مع محمد عطوي. محمد عطوي بيغير اتجاه اللعب. مع ربيع عطايا. ربيع عطايا ما شفنا الكثير اليوم منه لربيع عطايا.
مثله مثل الكثير من زملائه. ايضا مع طرابلس، مع زكور. شوف الهدوء عند لاعبي طرابلس عندما بيستلموا الكره بنفس الاسلوب والطريقه والهدوء لعبوا طرابلس. الوقت اللي عبد الله طالب عم يعمل فاصل من المراوغ بيلعب تمريره اماميه، انما المحاوله زالت طرابلسيه الى خارج ارض الملعب. هالكره ركله مرمى لمصلحه الانصار. عم بيطالبوا بخطا، عم بيطالبوا بخطا بالوقت اللي هناك. ربيع عطايا بيحاول يمر في منطقه الجزاء، انما كرته بتنقطع مجددا، بتعود الكره لعند عامر محفوظ. عبد الله طالب اصبح موجود بوسط الملعب مع احمد مغربي. ايضا عمار زكور، كره عند عامر محفوظ صاحب الرقم 10. عامر محفوظ بيحاول يمر تمريرته الاماميه مع احمد مغربي، رح يسدد من خارج منطقه الجزاء. احمد مغربي بيلعب تمريره تنقطع، بتعود الكره انصاريه مع محاولات الانصار، انما سهله هالكره بين يدي لاري مهنا. بسرعه لاري مهنا بيلعب كره سريعا للامام باتجاه ربيع عطايا، بينطلق ربيع عطايا بيلعب تمريره اماميه تنقطع تمريرته، بتعود الكره لمصلحه طرابلس عن طريق مصطفى خوله وعن طريق عمار زكور. مصطفى خوله كان الى جنبه بيعمل شغل كثير كبير عمار زكور بوسط ملعب طرابلس، عم يحصل على الاخطاء ما عم يخسر الكرات. مع جهاد البعوري بيلعب تمريره طويله توصل لعند الدفاعات الانصاريه لعند حسين سيد. دي نبيل بعلبكي، ايضا ربيع عطايا بوسط الملعب. ربيع عطايا بياخذ الامور على عاتقه. ربيع عطايا لازال عم بيحاول يراوغ، بيلعب كره عند محمد عطوي، بيحاول المرور محمد عطوي مع تقدم نبيل بعلبكي. ايضا حمزه عبود، نبيل محمد عطوي مجددا لربيع عطايا على حدود منطقه الجزاء. ربيع عطايا بيلعب تمريره اماميه، طريقه الوانتو ممتازه. ربيع عطايا ممكن ربيع عطايا بسدد. رائع يا ربيع عطايا، رائع يا ربيع عطايا بهالتسديده المميزة من صاحب الرقم 30 والحركة الممتازة على حدود منطقة الجزاء. يعني ربيع عطايا واضح انه بلشت تظهر خطورة، ربيع عطايا بلشت تظهر خطورة الانصار. يعني لعبة الوانتو كانت ناجحة تماما. شوفوا ربيع عطايا كيف بغمزة وحدة يعني وضعوا لجهاد البعور على ارض الملعب. وقت هناك تبديل بصفوف طرابلس، محمد مقصود هو عم يتحضر للدخول مكان مصطفى خولة صاحب الرقم 6 اللي عم يخرج بهالوقت من ارض الملعب. فعلا جلبير تستحق هاللقطه انه نشوفها اكثر من مره. مرور مميز كان من ربيع عطايا، كان بيلزمه القليل من الدقه بتسديدته لربيع عطايا. أول لمسة لمحمد مقصود، دخل من وقت قليل مع الكرة الطرابلسية. عبد الستار لون، كرة طويلة للأمام باتجاه عبد الرحمن عكاري، مقطوع الكرة من رمز، بتعود لعند محمد عطوي. محمد عطوي الوقت لمحمود كجك، بروح ياخذ مكان محمد حمود. محمود كجك بعيد الكرة أيضا لمحمد عطوي بوسط الملعب. محمد عطوي لنبيل بعلبكي، حيغير اتجاه اللعبة نبيل بعلبكي، بغير رأيه، بيلعب كرة لعند محمد عطوي، كرة لعند كجك. كجك خطورته على خط منطقة الجزاء، خطورة محمود كجك انه توصلوا الكرات على خط منطقة الجزاء او داخل منطقة الجزاء. بالوقت هناك انطلاقة لابراهيم السويدان، بيحاول يمر، بيوقف على كرة ابراهيم السويدان، بينتظر زملائه، بيلعب كرة لعند عبد الرحمن العكاري. العكاري كرة الخلفية لعند احمد مغربي، المغربي لوحده بيتقدم بهالكرة، بيعكس كرة عرضية. لا زالت المحاولات الطرابلسية بهالوقت مع محمد مقصود. انقطع الكرة من امامه لمقصود، وهناك صراع للحصول على الكرة. شوف ربيع عطايا مع عودة ربيع عطايا ليعيد الكرة لمصلحة فريق الانصار.
شوفوا هلا ايضا هالسوء التفاهم بخط الدفاع. جهاد البعور اكيد انه سبب له باصابه، يعني سبب له باصابه يا عبد الله طالب ومع جمهور الانصار. هذا المشهد اللي دائما نحن بنتمنى انه نشوفه، الجمهور الفرح، الجمهور اللي عم يشجع فريقه دائما، والفرقه الموسيقيه الموجوده وتعليمات رمز. مع رامي التماس عبد الستار لون، لعب كره لعند عبد الرحمن العكاري، بتنقطع الكره بتعود لعند نبيل بعلبكي، ايضا مع الانصار باكر ايوب لحسين سيد. مطلوب السرعه بالاداء، مطلوب السرعه بالتمرير مع باكر ايوب، تمريرته الاماميه لربيع عطايا من لمسه للمتقدم حمزه عبود. انما محمد مقصود بيقطع الكره وبينطلق يلعب كره اماميه، مجددا مقطوعه الكره وبتعود الكره لمصلحه الانصار. يعني ربيع عطايا كان له فرصه خطره جدا الوقت، المحاولات الانصاريه لازالت موجوده، انما كل المحاولات الانصاريه عم تتكسر على خط منطقه جزائه لسراج الصمد. مع عامر محفوظ على الجهه اليمنى بيحاول المرور، عامر محفوظ لازال عم يحافظ على كرته، بيفقد السيطره على نفسه عامر محفوظ. الصراع بينه وبين محمود كجوك، بينتهي الصراع لمصلحه لاعب الانصار. اعتراضات عم تكون مقعد احتياط طرابلس وايضا مدرب طرابلس اسماعيل كرطام. مع الكره بتتنفس طويله على حدود منطقه الجزاء، خطيره المحاوله لمصلحه الانصار، ممكن نشوف اول اهداف المباراه ليش لا، انما الكره بتنقطع باللحظات الاخيره ولا زالت الكره انصاريه، لا زالت الكره انصاريه والى خارج ارض الملعب، ركنيه لمصلحه الاخضر. هيدا هو ربيع عطايا صاحب الرقم 30، يعني صحيح انه يمكن بنقول انه ربيع عطايا ببعض الامور يمكن بيزيدها، ربيع عطايا يمكن ببعض يمكن الكرات من المفترض انه يلعب التمريره. شوفوا ست ركنيات مقابل ركنيه واحدة فقط لطرابلس، انما ربيع عطايا بيمتلك الامكانيات الكبيره مع الكره تتخلص عن خط المرمى تماما. مره جديده الدفاع عم بيكون متكفل بالامر اللي ما عم يقدر يعمله سراج الصمد، يعني طرابلس عم بيحافظ على نظافه شباكه بهالوقت. كادوا الانصار يفتتحوا التسجيل من لحظات قليله بالوقت اللي رامس بيترك الكره تخرج الى خارج ارض الملعب مع محمد عطوي. ايضا باكر ايوب بتقدم بهالكره، باكر ايوب مع الدقيقه 71 بالوقت جمهور الانصار عم يتمنى على فريقه انه يفتتح التسجيل مع نبيل بعلبكي، من لمسه نبيل بعلبكي. يمكن أرضية الملعب عم تأثر بشكل أو بآخر على أداء اللاعبين بالوقت اللي حمزة عبود يلعب تمريرة أمامية. محاولة الأنصار خطيرة بهالوقت، المحاولة الأنصارية والكرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب، الحكم شو بشير بشير بركلة مرمى لمصلحة طرابلس. شوفوا تسديدته أيضا حسين سيد الغير محظوظ، الكرة بالتأكيد غير محظوظ حسين سيد. وحمزة علي كان موجود بالمكان المناسب عن خط المرمى تماما، الأمور ما بتحتاج لأي تحليل، الكرة تخطت خط المرمى أم لا تتخطى، أمور واضحة. حمزة علي له الفضل الكبير بإبقاء النتيجة على حالها، التعادل السلبي بين الفريقين. أيضا مع الأنصار مع محمد عطوي، عطوي تمريرته الأمامية بتنقطع من الدفاعات الطرابلسية، وأيضا عطوي مجددا بيحمي كرته بيلعب كرة أمامية، وهناك رايد تسلل. ما في أحلى من الرواء. سراج الصمد لعب 45 دقيقة بمواجهة فريق الصفا، حافظ على نظافة شباكه. هل بمقدور الأنصاريين انه يهزوا شباك
الصمد اليوم او رح يبقى الصمد صامد بهالمباراة ورح يكفل دفاعه انه يصد الكرة عن خط الملعب عن خط المرمى. بالتأكيد حارس المرمى بده مساعدة من خط دفاعه. هذا الامر اللي كان عم يعمله باللقطة الاخيرة حمزة علي. قدم مع محاولة الانصار باكر ايوب مع العرضية ممكن يكون موجودة خطيرة المحاولة الانصارية. العرضية لداخل منطقة الجزاء بتمر عن الجميع. الكرة الرأسية من محمود كجك. الوقت هناك خطأ ايضا. شوفوا حتى يعني عبد الستار اللون يعني بده يتابع المباراة بكل تأكيد انه بمساعدة. شوفوا الخطأ واضح كان. الخطأ واضح كان من محمود كجك على عبد الستار اللون. مع سراج الصمد بيلعب كرة طويلة. سراج توصل الكرة عند نبيل بعلبكي على التغطية. نبيل بعلبكي كرته إلى خارج أرض الملعب رمية التماس لمصلحة طرابلس. أيضا مع إبراهيم سويدان بيعيد الكرة عند أحمد مغربي. مغربي مجددا نقطع الكرة من محمود كجك بتعود لعند باكر أيوب لمحمود كجك بيحمي كرته بالشكل الصحيح. بيلعب كرة عند محمد عطوي لربيع عطايا. ربيع عطايا كرة مجددا لعطوي لربيع عطايا. ربيع عطايا على حدود منطقة الجزاء بيحاول يمر بيحاول يحصل على خطأ. وفعلا هذا الأمر اللي بيحصل عليه ربيع عطايا بيحصل على خطأ على خط منطقة الجزاء تماما لسراج صمد. يعني الأنصار عم بيقرب أكثر فأكثر إلى الخطورة. هل بإمكان الأنصار تسجيل هدف التقدم من كرة ثابتة؟ يعني إيقاف ربيع عطايا بيتطلب إنه يتدخلوا اثنين على ربيع عطايا. الوقت لرضوان غندور عم يطلب من حائط السد الطرابلسي يبتعد المسافة القانونية. فرصة لرمص وأيضا لربيع عطايا. من راح يسدد؟ ربيع عطايا أو رمص؟ حديث ما بين اللعبين. مع رمص اللي بيسدد تسديدته بتتخلص بتعود الكرة لمصلحة الأنصار عند عطوي. بيلعب تمريرة أمامية عطوي إنما هناك تسلل. يعني اللاعب المدافع حسين سيد وصل أربع مرات على المرمى الطرابلسي. الأرجح أنه حسين سيد كان متسلل. الأمور واضحة. اللاعب بيلعب بقلب الدفاع. عم نشوفه بأكثر الكرات الثابتة عم بيكون موجود داخل منطقة الجزاء. بالوقت الترابس مجددا لبناء هجمة لصنع الخطورة أمام مرمى الأنصار. إنما كرة إلى خارج أرض الملعب وركلة مرمى لمصلحة لارم هنا. أيضاً عمار زكور مع كرة عند عامر محفوظ. عامر بيحاول يمر. عامر محفوظ موجود إلى جنبه محمود كجك. عامر محفوظ بيحاول يمر بعده عم يتقدم بعرض الملعب. كرة بتنقطع من نبيل بعلبكي اللي عم يتقدم بهالكرة. نبيل لبناء هجمة مرتدة سريعة لمصلحة الأنصار مع باكر أيوب. بيلعب كرة أمامية لربيع عطايا. ربيع عطايا مهاري. ربيع عطايا بيتقدم. ربيع عطايا شوف بأي طريقة عم بمر. ربيع عطايا صحيح عم ببالغ ببعض الكرات ربيع عطايا إنما ممتع للغاية هاللاعب. وإذا سجل راح يكون توج مجهوده بمباراة اليوم مع التسديد من ربيع عطايا بين يدي سراج الصمد. تسديدة عم تكون موجودة بين يدي سراج. محمد عطوي لربيع عطايا والاخير سدد بمكان وقوفه تماما لسراج الصمد.
بالوقت لراموس عم يحصل على رمي التماس. حسين سيد ايضا محمد عطوي. يعني الدقائق المتبقيه هي اقل من 13 دقيقه على نهايه الوقت الاصلي من المباراه. يعني اذا الانصار عندهم نيه اليوم يحصلوا على النقاط الثلاثه، عندهم رغبه اليوم يحصلوا على النقاط الثلاثه، مفروض الضغط الانصاري يبدا من هالوقت. يعني على من بدايه المباراه ما شفنا الضغط واضح بالنسبه للانصار، وانه يمكن لو انه الافضليه انصاريه ببعض فترات اللقاء، انما لا شك يعني الطلعات الطرابلسيه ابدا ما عم تخلى من الخطوره. عندما نتحدث عن خطوره بمباراه اليوم يعني بنقصد بالخطوره انه الفريق عم يقدر يوصل على منطقه جزاء الخصم. نبيل بعلبكي بيخطئ، الكره بتعود لعند محمد مقصود اللي بيحاول يمر، بيحصل على رمي التماس تتنفذها بشكل سريع. ايضا ابراهيم سويدان بيمر، ابراهيم سويدان بيحافظ على كرته، بيعيد الكره للخلف مع عبد الله طالب. كرة لابراهيم سويدان بتنقطع الكره، بتعود الكره انصاريه، ممكن الخطوره تكون موجوده بهالوقت مع ربيع عطايا. ربيع عطايا على الجهه اليمنى، ربيع عطايا بيحاول يمر، ربيع عطايا عن حمزه علي ما بينجح، انما الكره لازالت انصاريه مع العرضيه لداخل منطقه الجزاء بتنقطع، ومع تقدم نبيل بعلبك ليعيد الكره لمصلحه فريقه من لمسه لعند محمد حمود. ايضا الكره انصاريه مع محمود كوجوك صاحب الرقم 9. كوجوك عم بيسيطر على نفسه، كوجوك باللقطه الاخيره كره الى خارج ارض الملعب، ركله مرمى لمصلحه طرابلس. شوف ربيع عطايا كيف عنده كل الامكانيات، اللاعب المهاري هيئ للجميع، حتى هيئ لإلي ربيع عطايا انه بده يسدد. الوقت لتبديل بصفوف طرابلس، بلال مطر. هو اللي عم يدخل بتشكيلة طرابلس، واللي عم يخرج عامر محفوظ. بلال مطر صاحب الرقم 17 اللي دخل بهالوقت بتشكيلة نادي طرابلس، ايضا مع احمد مغربي بيلعب كرة امامية. راموس بيقطع الكرة، بتعود الكرة انصارية، الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس بالتأكيد لمصلحة طرابلس. الوقت المدرب طرابلس إسماعيل كرطام عم يطلب من لاعبينه الهدوء. شوف كان هيك لمسة يد واضحة باللقطة الأخيرة. هيدا مجددا مع الأنصار لمحاولة صنع الخطورة مع ربيع عطايا. ربيع بيحاول المرور، انقطع الكرة من أمامه لربيع عطايا وبخطأ، خطأ لمصلحة الأنصار بهالوقت، نفذ بشكل سريع. الكرة عند محمد عطوي، عطوي الكرة الأمامية خطيرة، المحاولة الأنصارية إنما سهلة، سهلة كانت هالكرة العرضية بين يدي سراج الصمد مع الدقيقة 82. هل من الممكن إنه هالمباراة تشهد هدف قاتل لواحد من الفريقين؟ يعني عندما يصبح الوقت دقيقة 82، الدقائق العشرة الأخيرة أو الخمسة الأخيرة أو السبعة الأخيرة، يصبح حظوظ الفريقين متساوية إلى حد بعيد. الوقت هناك تبديل بصفوف الأنصار، قاسم مناع هو اللي عم يدخل مكانه لمحمود كوجوك. التبديل الأخير بالنسبة لهاتف شمران، ايضا مع بلال مطر اللي بيحاول المرور، تنقطع كرته وبتعود الكرة انصارية مع راموس لنبيل بعلبكي.
اللاعب المخضرم نبيل بعلبكي لا زال موجود على ارض الملعب. نبيل بعلبكي يتابع كل المباراة. نبيل بعلبكي لا زال نبيل بيقدر يعطي كرة القدم. وايضا نادي الانصار مع الكرة اللي عند محمد عطوي بتنقطع الكرة، بده ينتبهوا بشكل كثير كبير من الهجمات المرتدة الطرابلسية لا تخلو ابدا من الخطورة، هذه وحدة منهم. محاولات طرابلس بهالوقت مع ابراهيم سويدان مع الكرة الأمامية. ايضا عبد الرحمن العكاري الكرة سهلة لعند الدفاعات الأنصارية، إنما أحمد مغربي مشروع تسديد من خارج منطقة الجزاء، إنما تسديدته إلى خارج أرض الملعب ركلة مرمى لمصلحة الأنصار. هيدا هو أحمد مغربي صاحب الرقم 14، صاحب التسديد الأخيرة، كان عم بجرب حظه من خارج منطقة الجزاء. بالوقت ربيع عطايا بيغسل الكرة، بتعود الكرة طرابلسية. عمار زكور، إنما كرة لمصلحة الأنصار مع نبيل بعلبكي. يعني ابدا اليوم بالنسبه للتمريرات الوقت لعبد الرحمن العكاري متسلل، الكثير من التمريرات المقطوعه اليوم، الكثير من التمريرات اللي شفناها راحت الى خارج ارض الملعب، الكثير من التسديدات لما اصابت الخشبات الثلاثه واللي كانت بعيده كل البعد. وقت اللي عم نشوف حاله التسلل عبد الرحمن العكاري بالوقت هناك هجمه انصاريه خطيره، محاوله انصاريه ممكن نشوف اول هدف المباراه، كره بتنقطع باللحظه الاخيره، عم بيطالب بشيء داخل منطقه الجزاء. جمهور الانصار بالوقت هناك التسديده بتتخلص وركنيه لمصلحه الانصار، ركنيه لمصلحه الانصار بهالوقت على يساره تماما لسراج الصمد. يعني الدقائق المتبقيه ستشتعل وستشتعل، وخاصه بوجود ربيع عطايا فاصل من المراوغه، فواصل من المراوغه بالنسبه لنجم الانصار ربيع عطايا. يعني بتتفق مع ربيع عطايا او ما بتتفق بالنسبه للمراوغه، بالنسبه يمكن للمجازفه بكثير من الحالات بالنسبه لربيع عطايا عندما بيراوغ، عندما بيقدر او يحاول المرور بوقت هناك كره عرضيه بتتقطع، بتعود الكره لمصلحه الانصار. محمد عطوي يعيد الكره، وقت الكرة بتعود مرة جديدة لمصلحة محمد عطوي. بيلعب الكرة الأمامية تنقطع بلال مطر وإلى خارج أرض الملعب، رمية التماس لمصلحة الأنصار. مستعجلين بهالوقت لاعبي الأنصار. محمد عطوي بالوقت لمناع على الجهة اليسرى، يقدر يلحق بهالكرة أو ما راح يقدر. الكرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب، رمية التماس لمصلحة الأنصار بهالوقت مع قاسم مناع. كرة عند باكر ايوب، ايوب كرته باتجاه حسين سيد. مجددا محاولة مرور، المحاولات الانصارية والتكتل، تكتل لاعبي طرابلس على حدود منطقة الجزاء. الوقت محمد عطوي مجددا بيلعب كرة طويلة للامام، تنقطع الكرة مش لوقت طويل، بتعود الكرة انصاريه بيمتلك تسديدات قويه. محمد عطوي من هالمكان بسدد تسديدته الى خارج ارض الملعب، بيمتلك تسديدات قويه محمد عطوي من هالمكان. وقت كان تدخل من عبد الستار لون على محمد عطوي. مباراة عم تلفظ انفاسها الاخيره، شوفوا يعني ربيع عطوي ربيع عطايا داخل منطقة الجزاء روغ الجميع ومصر انه يسدد ربيع عطايا على المرمى. بالوقت هناك فرصة انصارية مجددا ولمسة يد داخل منطقة الجزاء، انما كرة الحكم بيقوم متابعة المباراة، بتعود الكرة لعند ابراهيم سويدان، ينطلق ابراهيم سويدان، بده ينتبهوا من الهجمات المرتدة الخطيرة ممكن تكون بالنسبة للطرابلسيين، انما موجود رموس على خط الكرة تماما ليقطع الكرة ويعيد الكرة لمصلحة الانصار. ايضا الانصار مجددا بده يحاول الوصول الى منطقه جزاء لسراج الصمد مع باكر ايوب. كره عند ربيع عطايا بيسدد، انما تسديده بعيده جدا عن مرمى طرابلس. بيقدر يلاقي طريق الشباك
ربيع عطايا اربع تسديدات لطرابلس اصابوا الخشبات الثلاثه مره بالوقت، هناك 14 تسديده للانصار اصابوا المرمى خمس مرات، خمس تسديدات كانوا اصابوا المرمى، يعني عدد منه صغير بالنسبه للتسديدات الانصاريه نحو المرمى. بالوقت لعبد الرحمن العكاري يحصل على الكره، بتعود الكره انصاريه مع نبيل بعلبكي، نبيل بعلبكي ايضا مع باقر ايوب مع ربيع عطايا، ربيع عطايا لمحمد عطوي، عطوي بيلعب تمريره اماميه بتنقطع، يعني التمريره بهالمكان اذا انقطعت يعني هناك خطوره طرابلسيه بكل تاكيد مع انطلاقه محمد مقصود، محمد مقصود في حال مر على الرمص، هناك خطوره كثير كبيره انما صعب المرور على الرمص باللقطه الاخيره، عرف يتعامل بشكل كثير كبير رمص مع محمد مقصود. الوقت لقاسم مناع كرته اللي عند عطوي، شوف ربيع عطايا كل الكرات بتدخل، ربيع عطايا بيلعب كره اماميه، العرضيه ممكن تكون موجوده فعلا، عرضيه بتنلعب بتنقطع توصل لعند ابراهيم سويدان، ابراهيم سويدان مع الدقيقة 90 دخلنا على آخر دقيقة من الوقت الأصلي من المباراة، مع ابراهيم سويدان بيحمي كرته بالشكل الصحيح، بيلعب كرة عند بلال مطر أيضا لابراهيم سويدان، تبديل عم يتحضر بصفوف طرابلس، تبديل يمكن فقط لإضاعة الوقت نتيجة التعادل السلبي، يعني نقطة لطرابلس بمواجهة الأنصار على أرض الأنصار أمام جمهور الأنصار ومعقل الأنصاريين ملعب بيروت البلدي. بالنسبة لطرابلس أمر مهم جدا، إذا استمر التعادل بين الفريقين رح يكون بمثابة الخسارة للأنصار، التعادل أربع دقائق إذا من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. عم يرفعهم الحكم الرابع علي رضا، بالوقت اللي غازي الحسين عم يتحضر للدخول بتشكيلة فريقه، أربع دقائق هل سيكونوا كافيين لواحد من الفريقين إنه يسجل هدف النقاط الثلاثة؟ إذا غازي الحسين رح يدخل مكان ابراهيم سويدان، هذا هو غازي الحسين صاحب الرقم 12 مع الكره بتتنفذ لمصلحه طرابلس، الكره زاد داخل ارض الملعب بتنقطع الكره، بتعود الكره انصاريه، اربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، يعني عندما رفع الحكم الرابع الاربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع كان مر يمكن ما يقارب ال 50 ثانيه، ممكن رضوان غندور يطلق صافرته على الدقيقة 95، هذا أمر متوقع، الأمر بيعود بكل تأكيد لحكم المباراة مع الكرة الأمامية أيضا للأنصار، المحاولات الأنصارية بهالوقت لازالت موجودة، كرة عند محمد عطوي، عطوي كرته للأمام تنقطع، بتعود الكرة لمصلحة الأنصار مجددا، محمد عطوي صاحب الرقم 10 بيعكس كرة أمامية لداخل منطقة الجزاء والرأسية بين يدي سراج الصمد، يعني بيحافظ على نظافة شباكه إلى حد الوقت، التعادل ما بيخدم أبدا الأنصاريين، مع كرة بتتنفذ للأمام لعند عبد الرحمن العكاري، تدخل من حسين سيد ليعيد الكرة لمصلحة فريقه فعلا بينجح بها الأمر، مع محاولة الأنصار مجددا، ربيع عطايا بيمر بيحاول يدخل منطقة الجزاء، كرة بتنقطع من أمامه لربيع عطايا إلى خارج أرض الملعب، يعني عم تلاحظوا إنه الكثير عم نقول ربيع عطايا بكل كرة للأنصار بكل هجمة للأنصار عم بيكون موجود ربيع عطايا، مع الركنية الأنصارية بهالوقت حمزة عبود على التنفيذ، أغلب لاعبي الأنصار موجودين داخل منطقة الجزاء، كرة بتتنفذ
لداخل المنطقة، بتعود الكرة لعند ربيع عطايا، ربيع عطايا بيعيد الكرة مجددا لداخل منطقة الجزاء، وسهل عم تكون الكرة بين يدي سيدنا سمح. لنشوف شو هو قرار حكم المباراة. هناك هناك حكم الري عم يرفع رايته، وايضا تدخل رضوان غندور. يعني جمهور الانصار عم بيطالب رضوان غندور انه يشير الى منتصف الملعب. تعال شوف شو اللي حصل. ربيع عطايا لعب الكره الاماميه، سراج الصمد افلتت الكره من بين يدي سراج الصمد واتبعت الكره داخل الشباك. وتم الغاء الهدف. شوف شو اللي حصل. بكل تأكيد هل هناك راية تسلل؟ الحكم اعتبر في خطأ على سراج الصمد. على كل الأحوال هالحالة حتركها للاستوديو التحليلي. الوقت نبيل بعلبكي، الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل عن ضايع، دخلنا على الدقيقة الخامسة ولا زالت محاولة الأنصار بالوقت لأحمد لأحمد مغربي. بيستلم الكرة صاحب الرقم 14، بيمر بعرض الملعب، بيعيد الكرة للخلف مع الكرة الأمامية الطويلة ومن المفترض تكون سهلة بين يدي لارم هنا. بيلعب الكرة سريعا يعني من ناحية الخطأ ما كان هناك خطأ واضح. أيضا رمي التماس الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضايع. ربيع عطايا كرة لعند محمد عطوي، محمد عطوي كرة أمامية من عطوي لعند قاسم مناع. أيضا لربيع عطايا كرة لربيع عطايا، ممكن ربيع عطايا لوحده بمر ربيع عطايا، بعده عم يتقدم، بيلعب كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، الدفاعات الطرابلسية موجودة ولا زال نبيل بعلبكي عم يتقدم بهالكرة الأخيرة. الكرة العرضية ممكن تكون الأخيرة الأنصارية بهالمباراة مع الكرة العرضية إنما سهلة عند الدفاع الطرابلسي. وقت رضوان غندور عم يطلق صافرته لنهاية أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. حافظ على نظافة شباكه هيدا الحارس اللي موجود أمامنا سراج الصمد، والهدف الأنصاري الملغى. إذن على أمل أن نلتقي مجددا بمناسبات أخرى ببطولة الدوري اللبناني. إلى اللقاء.